اوكي حلوين، اليوم الخامس على رمضان، وبارح فضل عندي اكل كتير. كنت عاملة اللازانيا وعاملة لفائف اللحم المفروم، فضل عندي من الاثنين. فاليوم ما رح اعمل مين ديش او طبق رئيسي، بس رح اعمل شوربة. فيلا نفوت على المطبخ ونحضر هيدي الشوربة اللذيذة جدا. رح تكون شوربة القرنبيط الكريمي. يلا الشي رح نعمله بطنجرة كبيرة. رح اضيف حوالي ملعقتين كبار من زيت الزيتون، خليهم يسخنوا شوي. رح نضيف بصلة كبيرة مقطعة من أيضاً. ذابت شوي البصلة، رح نضيف راس كبير من القرنبيط فوقهم. فوقهم رح نضيف مرق أعدام الجزر، ممكن تستخدموا كمان مرق أعدام البقر إذا هذا متوفر عندكم، أو مي. بدنا حوالي 4 كبايات. الميز الثاني لأنه ما كفى هيداك. أوكي، خليهم هلا يدوبوا مع بعض. هلا رح اضيف رشة صغيرة من بودرة الثوم، او اذا عندكم ملح الثوم كمان بيمشي حال. خلطهم مع بعض منيح، وهلا رح غطيهم واتركهم ربع ساعة ينسلقوا مع بعض. اوكي يا حلوين، شوفوا استوت بعتقد. هلا رح طفي عليها ورح اوكي. شايفين فرمتها كتير ناعم، صارت تقريبا كريمي. هلا الملح بيرجع لكم اذا بدكم تضيفوا ملح او لا، لانه نحن حنحط تشيدر تشيز. تشيدر تشيز مثل ما بتعرفوا جبنة التشيدر مالحة، فانا بالنسبة الي بحس انه تو ماتش، يعني كتير، فما في داعي ما بضيف، بس بيرجع لذوقكم انتو. فرح احط هلا شوي صغيرة من الكريمة، حوالي ملعقتين. اوكي، ملعقتين من الكريمة. هلا كمان عندكم خيار انه تعملوها بدون اجبان وقلبان وهالشغلات. ممكن تحطوا حليب جوز الهند اللي بقلب علب تنك، الكامل الدسم، كمان بيعطيها طعمة حلوة اذا بتحبوا طعمة جوز الهند بقلب الشوربة. اوكي، وهلا رح ضيف الجبنة. اوكي، كوب من الجبنة بدنا، وهلا نتركهم حوالي دقيقة او دقيقتين لحتى يدوبوا ويعطوا سماكة للشوربة. وبالاخر اذا بتحبوا ممكن تحطوا فلفل اسود على الوجه او شوي من الحر.